المتحدث التالي من مصر وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، تفضل. المنصة الكريمة، السادة الحضور، أعتز أن أكون معكم اليوم في هذا الحدث الهام وهو إطلاق المبادرة العالمية الصمود العمراني المستدام للأجيال القادمة. وما لا شك فيه أن رعاية مصر ومشاركتها الفعالة في هذه المبادرة يتوافق مع توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بالعمل البيئي والمناخي وجعله محور أجندة العمل الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة اتساقا مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 والأجندة الحضرية الجديدة. كما أن إطلاق عدد من المبادرات الدولية خلال الأيام الماضية يؤكد دعم الحكومة المصرية لجهود الدولة في التكيف والتصدي لآثار التغيرات المناخية التي تواجه العالم. ولعل أنه صباح اليوم تم إطلاق مبادرة المدن المصرية المستدامة بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية، ووجودنا لإطلاق المبادرة العالمية للصمود العمراني مع المستدام، وذلك خلال اليوم الحلول بمؤتمر المناخ، خير دليل على أن استدامة المدن بشكل عام ودمج البعد البيئي في عملية التنمية هو الحل الأكثر جدوى وفاعلية لتحقيق الاستدامة متعددة الأبعاد لمواجهة آثار التغير المناخي، وذلك من خلال تحقيق حوكمة العمران وتطوير قدرات الإدارات والأجهزة المحلية، وكذا زيادة التنافسية على المستوى المحلي وقدرته على جذب الاستثمار وتحسين حالة البيئة للمدن مما يضمن تحسين جودة حياة المواطنين. ومن الجدير بالذكر أن مبادرة المدن المصرية المستدامة تتوافق بشكل كامل مع المبادرة الدولية للصمود العمراني المستدام التي نشهد إطلاقها اليوم، حيث تركز المبادرة المصرية على تكامل أبعاد التنمية المستدامة المتمثلة في البعد البيئي والبعد العمراني والبعد الاقتصادي وكذا البعد الاجتماعي المتمثل في تفعيل دور منظمات المجتمع المدني وتمكين المجتمعات المحلية من تنفيذ برامج على المستوى المحلي للتحسين البيئي والعمل المناخي. كما تعمل المبادرة على اشتراك القطاع الخاص ورفع الوعي البيئي لدى القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، وتهدف المبادرة إلى تقريب المدن المصرية القائمة إلى حالة الاستدامة وإبراز دور المدن والتنمية المحلية الحضرية في المساهمة على النمو الاقتصادي المحقق للشمول الاجتماعي وفي التعامل مع تغير المناخ، وذلك من خلال تطوير رؤية وخطة استراتيجية لتطبيق الاستدامة متعددة الأبعاد في المدن المصرية القائمة وتنفيذ حزم من البرامج والمشروعات والتدخلات تحقق التنمية المستدامة بها جغرافيا وقطاعيا ومتابعتها من خلال مؤشرات مستندة إلى الأدلة ومربوطة بالأجندة العالمية للتنمية المستدامة المتمثلة في أهداف التنمية المستدامة وتوطينها على المستوى المحلي والأجندة الحضرية الجديدة. وكما أن أؤكد أود أن أكيد على أن نجاح العمل لكافة الأطراف في مبادرة المدن المصرية المستدامة وكذلك في المبادرة العالمية للصمود العمراني مرهون بتمكين وزيادة فعالية الإدارة المحلية في التخطيط والتنسيق ومتابعة التنفيذ لهذه البرامج والمشروعات من أجل المناخ، وحيث أن التركيز على الحوكمة المحلية والتنسيق متعدد الأطراف والمسؤوليات وتطبيق درجة مناسبة من اللامركزية وتمكين وبناء قدرات الإدارة المحلية هي كلها عوامل نجاح للمبادرة العالمية والمصرية في مجال المدن المستدامة والصمود العمراني، ما جعل عامل دمج المجتمعات المحلية وزيادة قدرتها على تخطيط وتنفيذ البرامج والمشروعات التنموية ودمج البعد المناخي بها جزء محوري في مراحل عمل كلتا المبادرتين. وكما أن تلتزم وزارتنا بالشراكة مع وزارة الإسكان في تنفيذ ونجاح المبادرة المصرية للمدن المستدامة، فإن وزارة التنمية لن تدخر جهدا في دعم تنفيذ المبادرة العالمية للصمود العمراني ليس فقط على المستوى الوطني ولكن أيضا على المستوى الأفريقي، حيث تنظم الوزارة مؤتمر المدن الأفريقية في 2025 وستعمل على دعم أجندة أفريقيا ومشاركة الدول الأفريقية في المبادرة العالمية للصمود. وشكرا. شكرا سيادة الوزير.